برجك بالصحة. بداية أسبوع موفقة، صباحكم بالخير كل ورد وياسمين وأخبار مزيانة. ونبدأ مع الحمل. برجك اليوم يعدك بسهرية حلوة، أما ما تنساش باش تتبع الريجيم وتبعد على المقلي والماكلة الدسمة، وحط في بالك اللي ماكلتك لازم تكون غنية بالفيتامينات A و C. واليوم باش يكون نهير مليان بالتفاؤل، اعمل حاجة ممتعة وتمتع بكل حاجة تعملها. الثور لازمك الراحة هالأيامات، وبعد على ستريس باش ترجع لنشاطك وقوتك، ما ترقدش برشا، 7 سوايع كافيين ووافين. الجوزاء وقيت باش ترتاح يا جوزاء وتستمتع شوية، حتى انت عندك مديدة تلوج على الكونجي، اشرب برشا عصاير طبيعية ورد بالك على قلبك الأيامات. السرطان انهير مزيان ومواتيك، ورد بالك على البشرة متاعك، اشرب برشا ماء ولا اعمل مرج، ابعد شوية على التليفون والتلفزة باش ما تتعبناش عويناتك. الأسد ديتلهاب صحته بالقداء، هذاك علاش ديما وجهه مشرق ومنور، إلا أنه في بعض الأحيان ينجم يهمل الصحة متاعه، هذاك علاش انت قاعدة تحس بشوية تعب بالمدة الأخرانية. العذراء صحتك والحمد لله ممتازة، على خاطرك من محبي الرياضة وتحافظ على توازنك الغذائي، لكن ما يلزمكش تغفل على بعض الأمراض اللي لاحظوها على برجك. الميزان ما تحملش روحك فوق طاقتها، كون متسامح ومتصالح مع روحك، اتلهب حالتك النفسية كيما حالتك الصحية. العقرب المستحيل مش في قاموسك، كي تحب توصل الحاجة توصل لها، كيما لياقتك البدنية والصحة الجيدة. القوس صحتك تأثرت على خاطرك وليت مدمن على ماكلة الشارع، حاول تنقص شوية من الميزان على خاطر السمنة متوتيكش. الجدي برجك ترابي يخليك تكابر برشا، وذاك علاش ما عادش تعطي أهمية كبيرة للصحة متاعك حتى لو كان تحس بالتعب. الدلو حالتك النفسية ما تعجبش المدة هذه، حاول ابعد على ستريس وتبع كل حاجة تفرحك، وما تنساش باش تدخل في ماكلتك الفيتامينات A و C. الحوت يتمتع بحالة صحية جيدة ومتوازنة، لكن أكثر حاجة تنجم تقلقه هي اضطرابات الجهاز الهضمي، هذاك علاش يلزم ترد بالك على ماكلتك. كنت معكم أنا أروى غيث، مبقى لي كان باش نقولكم إن شاء الله ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول. برجك بالصحة.